عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ساعه زويده مع وين على قناتكم شوف تي في. اكيد اليوم غادي نهضروا على على الطفله اللي تخطفات في واحد الظروف كيف ما كنقولوا غامضه. علاش وشكون هو المسؤول وعلاش كيتخطفوا هاد الاطفال هادو وعلاش كنوصلوا لهاد المرحله هادي؟ اشنو هما الاسباب اللي كيخليو هاد الناس هادو يخطفوا هاد الوليدات هادو وهما باقيين صغار وما كيعرفوا حتى شي حاجه في هاد الدنيا؟ شنو هما المشاكل؟ منين كاينين هاد المشاكل هادو؟ اكيد كنتسناو اتصالاتكم وتدخلاتكم على على الرقم 06 62 05 48. غادي نتسنى التدخلات ديالكم، غادي نشوف لي كومونتير ديالكم في الفيسبوك. اكيد انا متبع كاع لي كومونتير وكنشوف وكنقرا كل شيء باش نعرفوا شنو هما الاسباب. اكيد تحياتي لكاع الناس اللي كيشوفونا دابا على قناتكم شوف تي في. غادي نبداو الموضوع ديالنا، ولكن قبل ما نبداو الموضوع ديال هاد الوليدات هادو اللي كيتخطفوا غادي نهضروا على الوالدين. فين هي المراقبه ديال الوالدين؟ فين هما الوالدين في هاد الحاله هادي؟ بعض المرات كنمشي شي بلايص يكونوا عامرين، كنلقى العيالات كيقلبوا في البال وكيقلبوا في الحوايج وكيقلبوا رغم ان ما كيكونوا معاهم وليداتهم. شويه حتى كيبان لك كتبدا تقلب على ولدها ولا بنتها في وسط داك الزحام وفي وسط داك الشيء كامل. علاش ما نقدروش نمشيو حنايا مثلا بغينا نتغداو شي حاجه ولا بغينا نمشيو نشريو شي حاجه، نخلي وليداتنا في واحد البلاصه اللي هي تكون امنه باش ما نحاولوش نقلبوا عليهم من بعد كنوليو في واحد المشاكل اخرى اللي ما كنكونوش عارفينها. علاش المشكل باين؟ كيقول لك انا ما عنديش فين نخلي بنتي ولا ولدي، خصني نديه معايا للسوق. من بعد منين كيتلف لك كيقول لك يا ريت كون ما ديتوش، يا ريت كون ما مشاش معايا، يا ريت كون. وعاد نبقاو حنايا كنقولوا بحال هكا. علاش بصراحه ما فهمتش انايا هاد الناس هادو بعدا اللي كيخطفوا هاد الوليدات في واحد الوقت وجيز، يعني في رمشة عين كتلقى ولدك ولا بنتك ضاع من بين يديك. اشنو هما الاسباب؟ علاش كنديروا ليهم بحال هكا؟ فاش محتاجينهم؟ علاش كتحرموا الام والاب من ولده ولا من بنته؟ علاش الدريه دابا صغيره عندها ما عارفه والو، مازال ملائكه، مازال ملائكه. تخطفات، علاش تخطفات؟ اشنو هو السبب علاش تخطفات؟ نتوما كتقلبوا على شي حوايج، تقلبوا على الكنز ولا تقلبوا على الفلوس ولا تقلبوا على اش داروا لكم هذوك الوليدات؟ شنو هو السبب ديالو؟ ما هي العلاقه اللي كتجمع بين هذا الشيء وهذا الشيء؟ ما فهمتش. عليكم السلام خويا حميد، اكيد كنقرا الكومونتير ديالك. عاوننا الله يوفقك، الله يحفظك خويا يوسف، تحياتي ليك. غادي ناخذ اول مكالمه هاتفيه ان شاء الله تكون تدخل في نفس الموضوع. الو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. تحية لك أستاذ. الله يحفظك، الله يحفظك أخي. شرف لينا خويا، ونتمنى لك تكون عودة ميمونة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. معك أخكم من مدينة الدار البيضاء. مرحبا بالناس ديال الدار البيضاء. شكرا لكم على التطرق ديالكم لهذا الموضوع المهم. أكيد أنه مهم، أكيد. حيت حتى حنا عندنا أطفال كنطرقوا لهذا الموضوع. الله يحفظك. خويا بالنسبة لنا حنا ما غاديش نتكلموا على الزهريين ولا العاديين، ولكن أنا كنتكلم على الأطفال بشكل عام. لأن هذا المشكل ديال الاختطاف واجب على الدولة ولا على المسؤولين أنهم يقوموا بواحد القانون اللي يكون ردعي، يعني خص واحد القانون يكون شوية قاصح باش هاد الناس ما تبقاش عندنا هاد الإهمال لهاد الأطفال. يعني ما يمكنش نحن الحمد لله في بلد الأمن والأمان أولا، يعني الله يحسن العوان بعض الامهات انهم بعض الخطرات كيسرحوا ما كي فهمتيني، كيكون الله يحسن العوان كتكون خدمه كتكون كذا كتكون الدري كيكون مثلا غادي يسخر يوصل شي صخره ولا كذا كذا، راه ما يمكنش لنا حنا كاباء واولياء اننا نحضروا الدراري 24 ساعه 24. اكيد فهمتيني. يعني انا اختطاف في
في المغرب ولات واحد الظاهره بحال كتشرب شي قرعه الماء. بحال دابا مثلا غادي دابا نهضروا عاد على الحسين البالغ من العمر 5 سنين، ايوه و في واحد الظروف حتى هو مشى غامضه. عدنان اللي تقتل في عمره 12 عام، في طنجة بطبيعة الحال. الدر بقى فينا بزاف مسكينة. بقى فينا كاملين. علاش علاش قلت لك؟ علاش قلت لك ان ما خصناش نفرقوا لا بين الزهري ولا بين الناس ديال الاغتصاب، خص يكون واحد القانون، واحد القانون خص يتطبق بواحد الوتيره، فهمتيني؟ لان ان فوا غادي يتطبق راه ما كون على يقين ما غاديش يبقى هذا المشكل هذا بتاتا. اشنو هو يعني ملي يكون القانون، واحد هو القانون اللي كتقترح انت كمواطن؟ انا ما نكذبش عليك، انا شوف انا واخا غادي نكون قاسي شويه كنبغي انه يكون يطبق الاعدام، فبطبيعه لان ما خصوش يبقى الاعدام كيتنطق به وما كيطبقش، لان ولكن ضروري انا غنبقاو نشوفوا كنقترح الحالات هذا مورا. القانون، انا كنقترح هذا القانون على الوالدين. انا ما كنقترحش، انا كنقترح قانون على الوالدين. خاص تكون بحال دابا كيف ما قلت في الحلقات السابقه، كاين واحد في اوروبا، كاين واحد الحاجه سميتها الا هملتي ولدك، كيهزوه واحد الناس اللي هما جمعيه كتكون مختصه في اي التربيه ديال بطبيعة الاطفال. الحال. علاش حيت كتهملوا؟ نعم، فهمتي؟ وما هذاك كتقدرش تشوفوا حتى كتولي الموضوع عندك بشكل اخر 18 عام. متفق معك، انا يعني كنقول لك على الناس دابا كتكون دابا الاطفال، حنا قاعد عندنا اطفال، باش كيكون عنده عندك تقريبا لاج من عامين حتى لاربع سنوات ولا 5 سنوات كتبقى كتحضي، ولكن ملي كيولي مخطوب ذاك الدري عنده 5 سنين وكيعرف كتخرج تقدر تسخرو غير الحانوت وما تيرجعش لك الحانوت، مع العلم ان الحانوت كيكون فيه يعني في حومه كما تيقولوا في الدرب. يعني هذا كتكون هذه الشبكه اللي كتهاجر في هاد الاطفال، وهادشي هذا خص يكون عنده واحد القانون، فهمتيني؟ باش يحيد هادشي. وكاينه ظاهره اخرى اللي سميتها ظاهره الانتقام عاوتاني. هذيك حاجه اخرى. كاين اللي كيبغي ينتقم من جاره ولا من كاينه خاله كاينه ولا من بصح كاينه. عمه يعني ولا احنا من شوف احنا الحمد لله احنا كنعيشوا في واحد كما قلت لك واحد البلد اللي هو مسلم، وواحد البلد فيه الامن والامان الحمد لله، وكنتمناو ان هذا الشيء ما يبقاش، وكنتمناو ان الناس تحاول تدير عقلها، فهمتيني؟ اكيد. وما يبقاوش يديروا هذا الشيء ديال الزورين، وتشوف يعاودوا بعدهم على ديك الثقافه ديال التعويض وهذا الشيء ديال راه ما غيدوم غير المعقول. هذاك الشيء اللي كاين يا اخي، ما غيدوم غير المعقول، اكيد ما غادي. المعقول اخويا، وشكرا لك بزاف، وتحيه ليك وتحيه لك. شكرا لشوفتيك لك انت على التدخل ديالك، تحيه لك من بر شوف تي في. اكيد كيف ما قال الصديق ديالنا، خاص يكون واحد القانون، واحد القانون ديال الاعدام، واحد خاص بعدا يكون شي قانون بعدا ديال الوالدين. بعدا انا كنقترح ان الوالدين ما قدرتيش تراقب ولدك ولا بنتك، سي با لا بين باش تولدو، سي با لا بين باش تزوج كاع. السلام عليكم. السلام عليكم سي وين عرفت عليك. مرحبا، الله يحفظك. بخير الحمد لله. بالنسبة درت هاد المبرمج على حساب الحلقة اليوم على الزهريين، يعني على الزهريين وعلى اختطاف ديال الأطفال، وشكون هما المسؤولين على، أو شكون هو أول مسؤول على اختطاف ديال الأطفال؟ المسؤول الأول الاختطاف ديال الأطفال، وسمح لي إلا قلتها هو الوالدي. علاش غنسمح لك الا قلتيها؟ راه لان المهم الوالدين هما السبب الاول والرئيسي اللي كيولدوا كيطلقوا خليه يخرج راه في الضعنا، خليه على برا، خليه هكا، خليه يلعب مع الدراري والوقت تخلطات. اما بالنسبه لدوك اللي كيخطفوهم دوك ما يسمى ويصطلح عليه بالفقهاء بين قوسين، وحسب واش يكونوا فقهاء، هادوك الناس استاذ كيتبعوا الشياطين، فاش كيمشي دابا شي كنزه وكذا كيسيطر عليه داك الشيطان، كيقول له جيب لي دري صغير وغادي نعطيك من طائله، وهذاك داك السحار ما كيعرفش انه اذا ضحى دري صغير بانه داك المال كيلا شدو غادي يرجع عليه بالويله، حتى ولادو غادي يتمحاو عليه في الارض، كينقطع الناس اللي داير بحال هذا. اكيد اكيد. ودرت بحث في هذه المسائل ولحتى جيت لشي حاجه يا اخي، الرقم عندكم مرتبط. شنو هو البحث اللي درتي؟ شنو هو البحث اللي درتي في هذا الشيء؟ انا درت بحث في هذا الشيء ديال الروحانيات بصفه عامه. كل شيء، ودخلت مع هذا الشيء ديال الزهريين حتى هو، حيت زمان في واحد زمان فاش كان يبغي الانسان يدفن شي دفين شي كنز،
كاين واحد النوع من السحر اللي ما معروفش، والحمد لله حيت ما معروفش، كيتسمى بالنار نيجيات. هاد النار نيجيات شنو كيديروا؟ كيجيب دابا ديك الدفينه كيدفنها، وكيجيب واحد طلسم، واحد صنم من النحاس، كيكتب عليه شي حاجه، وكيهضر مع الروحانيات، ما يسمى الروحانيات في الكواكب، الجن اللي ساكن الكواكب، شي عزائم وشي مسائل، شي طقوس تقول عباده لدوك الكواكب. شيطانيه، طقوس شيطانيه ياك. واكثر من شيطانيه كاع، كنهضروا اكثر من شيطانيه، بحال كي كنديروا احنا مع الله سبحانه وتعالى، كذلك هما كيديروا، وكيحل ذاك الجن في ذاك الصنم، وكيهضر معاه وكيدفنوا مع ذيك المساله، فاش كيدفنوا كيذبح معاه شي ذبيحه، ماشي ضروري تكون دري. تكون دري ولا بقره ولا دجاجه ولا خروف ولا كيما كان. المهم هادو كيدبحوا الدري، ما يمكنش تزبدوا الا ما ذبحتي بنادم. اللي ذبحتي في الاول، القربة اللي عطيتها في الاول، هو اللي خصك تعطيه الا بغيتي تزبدو. ونسال الله السلامة لولادنا ولاد الجميع. كباحث في هذا المجال هذا. نعم؟ شنو هي نظريتك انت كباحث في هذا المجال هذا؟ نظريتي علميا ولا دينيا ولا روحانيا؟ غنهضروا دينيا بعدا، هي الاولى. دينيا حرام في حرام. ولا نقاش. ولا نقاش. وعلميا واش كاين هذا الشيء بصح؟ علميا كاين، علاش؟ حيت حتى ذوك المسائل اللي كيحطوا في ذاك الدفين كتكون الغالبيه فيها كيميائيه. فاش كتجي انت كتذبح داك الدم ماده كيميائيه مع البخور اللي كطلق ماده كيميائيه كتقتل دوك الفيكتوريا اللي كاينه تما اللي كيسموها حنا جن مثلا. ومن الموضوع طويل ان شاء الله ونسمع نطول عليك الداخل العوين. طويل وما عمرو غادي يسالي، حيت كنكتشفوا شي حاجه جديده، وكنكتشفوا شي اختطاف جديد، كنكتشفوا شي ذبيحه جديده، يعني ولا هذا الشيء ديال الذبيحه وهذا الشيء بحال عادي، يعني ماشي ما عرفت بحال هذا الشيء. طمع طمع، ما كذبوش اللي قال طمع طاعون. الطمع هذا راه كيرجع بالويلات، راه اللي جبد ذاك الشيء راه كيموتوا ولاد خصهم يفكروا عفوا ولادهم ويفكروا في راسهم. راه واخا السرقه حرام، وهكا سرق وما دير هكا، استغفر الله العظيم. انا غادي نسولك دابا، شنو النظريه ديالك في الام اللي كتهز معها مثلا جوج وليدات وكتمشي تتقدى؟ مثلا حنايا عندنا في كازا مثلا درب السلطان ودرب عمر، ويعني البلايص اللي كتكون عامره كيجيو ليهم العيالات بزاف وكيديو معاهم ولادهم، ومن بعد ملي كيوقع شي ريفليكس بحال هكا، تقدر الام غير تدور تشوف شي حاجه كدور بحال هكا، ما كتلقاش ولدها ولا بنتها، ولدها تغوت تما. كاين دابا الحمد لله في هذا العصر هذا كاينه التكنولوجيا، كاين مسائل اللي كتركبها غير لولدك الصغير وكتبقى متبعو. لا ولكن ما يمكنش لينا نديرو للدري ولا الدريه جي بي اس باش يبقاو غاديين معاه. لا كاين البامبات دابا كيديروهم. ولا لا ما كاينش، ما عمرني انا شفت شي واحد دار بحال هكا. المهم بنادم راه ولدك هذاك اي حاجه خصك ديرها. ولكن التكنولوجيا ما يمكنش غادي ندخلوها في الانسان، فهمتي؟ راه صعيب باش تدخل التكنولوجيا في الانسان. لا كتكون واحد البامبات هذاك جهاز تعقب. في اوروبا كاينه واحد السمطه كدار بين الولد وامه، او بين الاب وولده، واحد السمطه بحال ما يقدرش يبعد واحد المسافه، فهمتي؟ اي كتكون بحال هكا هذيك زوينه. ولكن هذه ماشي بالتكنولوجيا، هذه صمته. انا هو تقليديه، فكره زوينه وصافي. لا ما كاينه بصح، راه ماشي، راه بصح كاينه، انا كنشوفها. حيت الوقت دابا تخلطات، كانت الوقت زمان فاش كيكون مدينه كلشي معروف، السكان معروفين. دابا راه تخلطات الوقت، كيجي بنادم من شي بلاصه بشي طوموبيل بشي دربيز اللي بيهز ويهرب. واخا شوف وكذلك كاين واحد الفكره بنت شي اللي عاود الشعب صبر وخويا العوينه. نعم سي. هي الدراري الصغار كنحرموهم داك الشيء باش يطمعوا مع دوك الناس، مثلا الشوكولاته فلوس تليفون هكا، عطوهم الوالدين خصهم يطلعوا فولاتهم باش حتى شي واحد ما يقدرش يغريهم، باش يغريهم يكون عندهم. تماما تماما.
كاين. شكرا لك على التدخل ديالك. تحياتي ليك ومرحبا بك في برنامج ساعه وينا مع وينا، اكيد على قناتك شوف تي في. الله يحفظك اخويا. مرحبا بك، نتمنى تعاود تعيد بنا اتصال في موضوع اخر. اكيد ان غادي نهضر على واحد الظاهره اخرى اللي هي مثلا كيتخطفوا الوليدات، ومنين كيتخطفوا كيتخطفوا من طرف ناس اللي هما مجهولين وكيتم التجارات بهم، فهمتي؟ يعني مثلا هاد 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 القضيه ديال انك تهز بنيه ولا وليد ويجلس عندك في الدار ومن بعد تبدا تتاجر فيه. كيفاش تتاجر فيه؟ هو ان شي وحده كتطلب ولا شي واحد كيطلب، كيمشي عند داك السيد كيقول ليه عطيني هاد الوليد ولا هاد البنيه، انا غادي نعطيك فيه مثلا 100 درهم ولا 150 درهم في النهار. هاد القضيه كاينه، ماشي ما كاينه، كاينه وانا شفتها ماشي مره ماشي جوج، وفي المغرب. نتمنوا ان السلطات تحارب لينا هاد المواضيع هذه اللي كنحاولوا نناقشوها بواحد الطريقه تكون ايجابيه. يعني كما تنقول لكم ديما، يد واحده ما كتصفقش وانما كترفق. يعني الى حاولنا اننا نحدوا من هذه الظاهره هذه، اتقدر نقدروا نحافظوا على اولادنا. كذلك تنقول دائما كيفاش يمكن لنا نحافظوا على اولادنا، هو اننا نخليهم في الدار. لا داعي ان اذا كان ولدي كبير ولا بنتي كبيره مثلا عارفه راسها شنو كدير، نحاول نحيد من حداها كاع الحوايج اللي ممكن تادي راسها بهم، ونخليها بين التلفازة وموسيقى ولا يوتيوب ولا تفرج بشي حاجة ولا بزاف ديال الرسوم ولا هذا، ونقدر نخرج نقضي غرض ديالي انايا. يعني انا ما كنهضرش على شي حاجة اللي من تحت 4 سنين ولا لا 4 سنين، الفوق 5 سنين 6 سنين راه تبارك الله تيكونوا عارفين. بالاخص الوليدات اللي في هذا الوقت هذاك تبارك الله راه اذكياء بزاف لواحد الطريقة لواحد الدرجة ما كتصورش. كنتسنى التدخلات ديالكم على 0662050840 على قناتكم شوف تي في ساعة زوينة مع وينا. اكيد بغينا نناقشوا هذا الموضوع، بغينا نعرفوا شنو هو الاسباب، بغينا كل واحد يعطينا الراي ديالو، بغينا نقراو لي كومونتير ديالكم في هذا الموضوع هذا. شي حد كتب ليا واحد البنت من اقليم جرادة حتى هي زهرية مسكينة داوها تخطفات. هذا موضوع اخر عاوتاني، ها هو موضوع اخر عندنا فين في جرادة. الا كانت كتسمعنا الاخت، اش من بلاصه واش من اش من قنت بالضبط؟ يعني هاد القضيه ديال الاختطاف ولات بزاف بزاف. واش ما عرفتش انا واش كتجيهم ساهله زعما هاد القضيه هادي، ولا شنو؟ واش بحال داير شي صخره لشي حد، ولا زعما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا كنتمنى ان هاد الظاهره تهرب. غادي ناخذ واحد المكالمه هاتفيه. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. وينا؟ اييه مرحبا. معك من ايطاليا. مرحبا من الناس ديال ايطاليا، الجاليه المغربيه المقيمه بايطاليا، مرحبا بكم. شكرا. تفضل اخي. تقطع الاخ، تقطع. نتمنى انه يعود بنا الاتصال. كيف ما قلت لكم، الوالدين هما المسؤوليه الاولى ديال هاد الاطفال هادو، حيت الوليدات راه ما كيعرفوا حتى شي حاجه. يعني نقدر نقول لك غادي يولي يعرف من يكون عنده 10 سنين 15 عام 18 عام، ولكن راه ما حدو صغير، راه خاصو المراقبه. راه المراقبه ما عندناش هنايا كوالدين، راه ما كايناش المراقبه، كايناش كاع المراقبه بصفة نهائية. إيه اللي بغيت نخر ليه يخرج يلعب مع صحابه، نخليه يخرج، ولكن خصني نشوفه نكون حداه، ندي لواحد البلاصة اللي مزيانة، غادي يستافد منها شي حاجة. خصني نأطرو. انت راك أب ومؤطر، وانت راكي أم وحنونة ومؤطرة، وخصك تخافي على ولادك. يعني هذا ماشي دليل على ان تنقولوا حنا المسؤوليه على ناس اخرين. لا، راه المسؤول الاول هو الوالدين، ما كاينش شي مسؤول اخر، ما كاينش. حيت اذا كنتي انت مستعد انك تراقب ولادك وتعرفوا فين غادي وفين جاي، شنو ياكل شنو كيشرب،
واش ناعس مزيان، واش ما ناعسش مزيان، واش مغطي واش ما مغطيش، هذه راه في حد ذاتها مراقبه. راه ملي كتعطيه هاد الكميه ديال الحنان ديال العطف، راه حتى هو كيولي عنده واحد الميول ليك. ولكن ملي كنت صافي خليه يخرج من الدار، صافي خليه راه فيه صداع، خليه يخرج بغا يلعب، خليه يخرج بغا يدير، خليه. هادي راه ماشي مراقبة. وليداتنا خصنا نراقبهم، بغينا نخرجو خصنا نخرجو معاهم، نعطيوهم وقت. دابا راه ولات واحد الدائرة ديال المرأة خدامة والراجل خدام، والبنت عند جداها، ولا الولد عند جداه، ولا عند جداته. هذا راه ماشي معقول بصفة نهائية. وانا راه ماشي انا ما متفقش على هذا الشيء. لكننا غادي نديرو الوليدات وغنربيوهم، خصنا نعرفو حنا شنو كنديرو، حنا شنو باغيين نديرو. راه ماشي نجي ونتزوج ونقول انا غادي ندير اسرة وصافي، لا. خصني نتزوج اوتوماتيكمون غنعرف بان غادي يكونوا عندي وليدات في المستقبل. غادي ناخذ مكالمة. الو، السلام عليكم. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا سيدي. تعاونك ومرحبا سيدي، الله يحفظك. لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل خويا. نعم. الو، تفضل يا حبيبي، كان سمعك، تفضل. الو، الو، تحياتي سي سعيد من ايطاليا، الله يحفظك اخويا والله يوفقك انت، وتحياتي ليك. هذا الشيء بزاف وخاصو حل رشيد، اكيد خاصو حل اخويا رشيد. وحنا هنايا من اجل اننا نديرو حل، واخا ما كيسمعنا حتى واحد، ولكن غادي يسمعونا من بعد، حيت الا هضرنا على هذا الموضوع اليوم وغدا وبعد غدا وكثرنا فيه، اكيد غادي يكون حل. تحياتي ليك عبد الغني، تحية جمال، الله يحفظك، شكرا ليك بزاف. كيف ما قلت لكم، انا غنتزوج، غادي نعرف بانني غادي يكون عندي اسرة من بعد. الا ما درتهمش، الا ما درتش الاولاد اليوم، غنديرهم غدا، غنديرهم بعد غدا، طال الزمان على خاطر غدير الوليدات. ولكن واش انت قاد انك تقابل وليداتك، وقاد انك تكون قد المسؤولية، قد انك تعطي فرصة لهذوك الوليدات باش يعيشوا حياة زوينة اذا ولدتيهم؟ بزاف ديال الاحتمالات كاينة هنايا، حيت ما يمكنش نقول انا صافي، انا هنتزوج مزيان الله يكمل بخير، غادير وليدات مزيان الله يكمل بخير، ولكن هذوك الوليدات واش انت قاد باش تراقبهم، قاد عليهم؟ الا ما كنتيش قد عليهم ما ديرهمش. نصيحتي علاش؟ حيت كثرة الاطفال في الشوارع بهذه الاسباب هذه، وكثرة السرقة ديال الاطفال بسبب مراقبة. بزاف ديال الاحتمالات كاينة. انا ماشي ضد انكم ما تولدوش ولا ما تتزوجوش، ولا بالعكس، تكوين أسرة راه شي حاجة زوينة. خير دليل أنا كونت أسرة ديالي، ولكن أنا مراقب كل شيء، وخا هما ما كيعرفوش شنو كندير، ولا شنو ما كيفاش مراقبهم، ولا شنو الأمور اللي هي كتعلق بهم أنا عارفها، ولكن عارفها بيني وبين نفسي. يعني هذه راه في حد ذاتها مراقبة. دونك ما يمكنش لي نجي نقول راه عندي وليدات فقط وصافي، هذا الشيء اللي كاين عندي، عندي وليدات وصافي، انا راه مجوج وعندي ولاد، لا. تحياتي ليك نور الدين، اكيد انك كنتسنى التدخلات ديالكم على 06 62 05 048. بغينا نعرفوا الراي ديالكم في هذا المشكل اللي حنايا حاسين بهذا الام هذه وهذا الاب اللي كيوقع ليه بحال هكا، وحنا معاه لا في الجهة المعنوية ولا في أي حاجة.
حيت انا ما غاديش نهضر بزاف وما غاديش نقول الله ياخد الحق في الناس هادو، حيت حرمتيهم من الكبده ديالهم. اليوم الدريه ما كيتروحش العمر ديالها عامين تشفر من دارهم، راه ما يمكنش، راه شي حاجه ما كتدخلش للعقل. Bonsoir Naïma, France, merci. Je crois un comédien, je te vois déjà quelque part. Bon courage pour l'émission. Merci Naïma. Oui, je suis un jeune acteur marocain. Et oui, non. مرحبا بك معنا في البرنامج. تحياتي لك خويا نور الدين. اكيد انا كنشوف الرساله ديالك، كنشوف الرسائل ديال الناس كاملين. كيف ما كنقول لكم ديما، اذا بغيتوا تعيشوا حياه افضل راقبوا وليداتكم. لطفي خويا الله يحفظك، انت الله يعاونك خويا. اكيد ان فهمتوا الميساج ديالي، فهمتوا شنو بغيت نقول لكم، فهمتوا بان خصنا نقلبوا على حل بسيط اللي ما نحرموش وليداتنا من حياة زوينة، حيت أهم حاجة هي الذرية الصالحة. كيفاش غتربي، كيفاش غادي يكبر، شنو غادي يكون من هنا لقدام، كيفاش يمكن يعيش. أنا دابا كنخرج قويلة مثلا، كنت في واحد المنطقة لا داعي لذكر الاسم ديالها، واحد الجريدة، عرفتي شحال فيها ديال الدراري؟ عرفتي شحال فيها ديال الدراري كينعسو في الزنقة؟ بزاف، هذاك الشيء كتير. هادي غير واحد البلاصة، اي نقطة في وسط النقاط اللي كنعرفو حنايا كبيضاويين كاملين. الجمعيات فين هما؟ ما كاينينش. ولكن الا مشيتي للجمعيات يقول لك لا حنا كاينين، ولكن راه هما اللي ما بغاوش. خصنا عمليه اقناع، خص تكون عندنا العمليه الاقناع باش نقنعوا هذوك الوليدات باش يكونوا عندهم حياه زوينه. حيت الا ما عرفناش نقنعوهم راه ما نعرفوا نديروا حتى شي حاجه. من شحال هادي كانوا لي زاسوسياسيون خدامين، ولكن مؤخرا بقينا كنشوفوا حتى شي حاجه. علاش؟ ما عرفتش شنو هو المشكل. اكيد انني غادي ندير شي حلقه على لي اسوسياسيون اللي كاينين عندنا في المغرب، ونتمنى ان يكون عندي شي ضيف من الضيوف ديال هاد المؤسسات الخيريه، اللي كنتمنى انه يفسر ليا علاش هاد الاسباب، علاش التكاثر ديال الاطفال في الشارع، علاش، منين كيجي السبب، شنو هو المشكل، شنو هي خدمتكم نتوما كمؤسسه خيريه، واش ما كاينش اقناع، واش عندكم شي مشكل مع هاد الوليدات هادو، واش ملي كتهزوهم مثلا للخيريه ما كتوفرش لهم داكشي اللي باغين. بزاف ديال الاسئله مطروحه في بالي، انا كنتمنى ان شي حد يجاوبني عليها. تحياتي لك الحبيب، شكرا لك، وتحياتنا للسي محمد الخلفي استاذي، الله يطول ليه العمر ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. رشيد شكرا لك بزاف على هذا الموضوع، ولكن الجمعيات راهم تيجمعوا في الفلوس اللي دايرين في داك الشيء ديال جمعيه الاطفال. شوف كل حاجه عندها الامكانيات ديالها، راه ما يمكنش غادي ندير واحد الحاجه وما غادي تكونش عندي امكانيات ماديه، سي نورمال. حنا كنقلبوا على امكانيات ماديه باش يمكن لينا نوفروا لهاد الوليدات الماكله ديالهم، اللباس ديالهم، القرايه ديالهم، من هنا لقدام. واحد القضيه اخرى كنت باغي نهضر عليها، وان شاء الله غادي نهضر عليها في الحلقه المقبله ديال البرنامج، اللي هي الوليدات ملي كيوصلوا سن 18 عام
ما كيبقاوش في وسط الخيريه. علاش؟ هذه واحد النقطه غادي نهضروا عليها، واكيد انا غادي يكون معايا ضيف، نتمنى ان يكون معايا ضيف من خلال هذا البرنامج هذا. وعلاش هذا السبب هذا ديال هاد الوليدات ما الى وصلوا للسن ديال 18 عام فين غادي يمشيو؟ انت ربيتيه ملي كانت عنده 6 سنين ولا 7 سنين، انت ولات عنده 18 عام، من بعد كتقول ليه سير بحالك. غادي نناقشوا هذا الموضوع اكيد في الحلقه الجايه، اللي هي نقطه مهمه، نقطه مهمه اكيد. غادي نقول لكم كلكم شكرا لكم بزاف بزاف على المساجات ديالكم في الفيسبوك، وغادي نقول لكم تحياتي لكم كاملين واحد واحد. وغادي نختم البرنامج ديالي بالامهات والاباء، ديوها في ولادكم شويه، حيت راه ما عندكمش من غيرهم، راقبوهم، حاولوا انكم توفروا لهم داكشي اللي باغين باش ما يمشيوش يقلبوا عليه في بلاصه اخرى. ما تحاولوش تهملوهم، حيت الا كنتي انت خدامه او انت خدام، راقب ولدك قبل ما تمشي لخدمتك، راقب ولدك من يجي من خدمتك، اعطيه الحنان، اعطيه العطف، عطيه داكشي اللي باغي، ولكن ماشي بزاف، ماشي كتر من الطاقه ديالك. ما كنقولوش لك حنايا وفر ليه كاع داكشي اللي بغيتي ولا اللي بغا، وانما عطيه على قد الجهد ديالك، ماشي شي حاجه كبيره. والام راه هي احسن حاجه، راه الام هي المهمه في الحياه. انت كتقابلي وليداتك الله يخلف عليك، ولكن راه ماشي غير جاو قالوا الجنة تحت اقدام الامهات، لا، خاصك تضربي تمارة، راقبيهم مع قرايتهم مع مستقبلهم مع بزاف ديال الحوايج، ماشي باش يقلبوا على حوايج اخرى في بلايص اخرى. غادي نختم برنامج ديالي بشكرا لكم كاملين واحد واحد، شكرا للناس اللي دخلوا عبر المكالمات الهاتفية، شكرا للناس اللي كيكتبوا لينا فالفيسبوك، اكيد اننا كنقراو الفيسبوك ديالك. شكرا عصام، شكرا رشيد، شكرا سعيد، شكرا اي واحد كتب لينا في الفيسبوك. تحياتي لكم كاملين، كنتم على برنامج ساعة زوينة مع وينة على قناتكم شوف تيفي. السلام عليكم.